أطفال مستشفى 57357 ينتظرون الشمس من جديد. خلية نحل، إن لم تكن أقوى كل منهم يعرف واجبه، ليست مجرد وظيفة من أجل المال، بل هو حب وعطاء ورعاية من أجل هدف واحد وهو الشفاء. أطباء وعمال وإداريو مستشفى 57357، لن تجد هناك من يرشدك إلى عمله أو يوبخك على التقصير، بل هي الابتسامة التي تجعل المرضى ينتظرون غدا من أجل الشفاء منذ عدة سنوات. ونحن نعلم أن الجنيه يساعد، لكن لم نتوقع أن طلاب المدارس والعاملين وكل جنيه تم جمعه كان السبب في بناء هذا الصرح الطبي الذي يعد الأكبر في العالم. بدأت فكرة المستشفى عندما توفي 13 طفلاً من أصل 15 في يوم واحد بمعهد الأورام نتيجة عجز الإمكانيات، فذهب الطبيب شريف أبو النجا للشيخ الشعراوي وقص عليه قصة الأطفال، فقال له الشيخ: سأعطيك 150 جنيهاً وسيلتزم بها أولادي بعد مماتي للإنفاق على الأطفال المرضى. وبدت فكرة التبرع للطبيب أنها الأنسب من الاعتماد على الدولة، وتطورت الفكرة لإنشاء جمعية أصدقاء معهد الأورام لتخفيف الأعباء المادية، حتى زاد عدد أعضائها اليوم إلى أكثر من 100 عضو من رجال وسيدات أعمال وأطباء وشخصيات عامة وفنية ورياضية. تبنت الجمعية مشاريع صغيرة مثل مشروع تطوير عيادة الأطفال بالمعهد، ومشروع الصيدلة الإكلينيكية الذي يهتم بتحضير الدواء بدقة عالية باستخدام تقنيات حديثة من خلال معامل تتوفر لديها أجهزة قادرة على ضبط الجرعات وحفظها في مخازن خاصة للأدوية، ومشروع كفالة السرير حيث يقوم المتبرع بالتكفل بنفقات إقامة أي طفل مريض يرقد على سرير داخل المستشفى، ومشروع معمل الجينات ومعمل التبرع بالصفائح الدموية ودار الضيافة وبرنامج التبرع بالدم الذي يقوم بحملات تبرع بالدم في الجامعات والمؤسسات والشركات لصالح مرضى السرطان بالمعهد القومي للأورام. وأهم فكرة للجمعية كانت بناء أول مستشفى عالمي لعلاج أورام الأطفال في مصر. تستقبل المستشفى الأطفال من سن يوم وحتى 18 عاما، ليسوا مصريين فقط، بل إن هناك ما يقرب من 25% ممن يتلقون العلاج بداخلها من دول عربية وإفريقية. مرت المستشفى بأوقات عصيبة لم تكن تصل إليها أي تبرعات، ثم عادت مرة أخرى الحياة إلى طبيعتها بداخل الخلية. عند تجولك داخل أروقة المستشفى لن تجد فقط غرف مرضى وأسرة وأدوية، بل توجد كل مقومات الإنسانية لحياة طفل: غرف ألعاب حديثة، مجلات أطفال، حكايات وقصص، كل ما يدخل السعادة على الأطفال والتي تنسيهم آلامهم التي تراها في أعينهم قبل أن ينطقوا بها. فها هي مريم، الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 7 أعوام، تحتضن بكفيها مجلة للأطفال، تقلب في صفحاتها وهي لا تعرف معنى بعض الكلمات الموجودة. وهذا محمد من السودان، والذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، قد فقد عينا من عينيه بسبب المرض العين، وما زال في رحلة العلاج يصطحبه والده. والطفل عبد الفتاح القادم من اليمن في رحلة علاج يصحبه فيها أخوه المصاب أيضا بنفس المرض، وكأن هذا المرض اللعين رفض أن يغادر العائلة. ستجد غيرهم الكثير من الأطفال الذين يترددون على المستشفى للعلاج، وبداخل كل منهم أمل في غد يلعبون فيه ويمرحون ويستقبلون الشمس لكتابة أولى كلماتهم في الحياة من جديد.